السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناة صوفيا في إيطاليا، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم بغيت نشارك معكم واحد المقارونة بالدنجال، كتجي زوينة وسهلة في التحضير، تصلح كوجبة عشاء وتعجب الصغير والكبير. نبدأ ونشوفوا المقادير اللي خاصنا باش نصوبوا هذا النوع ديال المقارونة. عندي هنايا هذا النوع ديال المقارونة، يمكننا نديروا أي نوع كاين موجود. عندي هنايا جوج ديال الدنجالات، عندي هنايا موتزاريلا، فرماج اي نوع ديال الفرماج كاين، واحد شويه ديال البصله، نص بصله مشلضه هكا صغيره، واحد رويس ديال الثومه، وهنا عندي وريقات ديال الحبق، ماشي ضروري الا كانوا حاضرين، الا كانوا موجودين. عندي هنايا زيت الزيتون، صلصه ديال مطيشه، الملح والبزار. والحاجه غادي ندير، غادي نوجد لاصوص ديال المطيشة، بسم الله، غندير الزيت، شوية ديال زيت الزيتون، غادي ندير داك شوية ديال البصلة والثومة، نخليهم يتشحروا واحد شوية. إلا تشحرات البصلة غادي نقرد الدنجال، الدنجال غادي نقليوه يتقلى، غادي نقطعو قطع صغيرة صغيرة بحال الضامات، وغادي نقليه في الزيت، نحاول ندير الزيت يسخن حتى هو. قربت لله، حرك البصلة ما ننساهاش، حطها بحال هكا قطع قطع صغيرة، هاد النوع ديال الباستا غادي نديرو في غيدار في الفران، تبعوا معايا باش نشوفوا الطريقه. البصله تشحرات شويه، غادي نخوي عليها لاصوص ديال المطيشه، غادي نحاول نشلل البقرة على شي شويه الماء، نعاود نخويها. ندير شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار، البزار، وغادي ندير واحد قبيصه ديال السكر باش تهرس هذيك الحموضه ديال المطيشه، حيت هذه المطيشه اللي كتكون موجوده ديال القراعي كتكون شويه حامضه، ندير واحد القبيصه ديال المليحه تهرس هذيك الحموضه، قبيصه ديال السكر، عفوا انا قلت قبيصه ديال الملح، قبيصه ديال السكر باش تهرس الحموضه ديال المطيشه. غادي ناخذ هذوك الوريقات ديال الحبق، نحاول نقطعهم بحال هكا غير بيديه، ماشي ضروري الا كانوا موجودين، ولكن كيعطي واحد النسمه زوينه في المطيشه في لاصوص. هذه
غادي نغطي عليها ونخليها، نقص عليها البوطا ونخليها تطيب. غادي ندير هذاك الدنجال يتقلى بعد ما تخلي ليا الزيت. بلا كملت الدنجال في القلي، درت هنايا الماء يسخن، نحاول ندير المكرونه تسلق. اللي غادي نسلقها غير نص سلقه حيت باش غادي تكمل في الفران. بعد ما صفيت المكرونه اللي طيبتها مس طيبه، لاصوص هي وجدات عندي، غادي نحاول ندير هذيك لاصوص في المكرونه بحال هكا كلها. وغادي نزيد عليها الدنجال، غادي نزيد عليها شويه ديال الموتزاريلا وشويه ديال الفرماج، اي نوع ديال الفرماج كاين. وغادي نخلط هذاك الشيء مزيان. دابا غادي ناخذ هذوك هذا المول اللي كيدخل الفران، وغادي ندير شي ديك الموتزاريلا دابت متقعداش. غادي نحاول ندير شويه ديال المكرونه، وغادي ندير فوق منها شويه ديال الموتزاريلا، وغندير فوق منها شويه ديال الفرماج، نعاود ندير عاوتاني واحد الطبيقه ديال المكرونه. راه ما طايباش مزيان هاد المكرونه، طايبه غير نص طايبه. وانا ندير فوق منها عاوتاني شويه ديال الفرماج، وغادي ندخلها الفران باش تكمل الطياب ديالها وباش يذوب هذاك الفرماج. ندير ها ندير الاخرى عاوتاني،
هذه هي المكرونه ديالنا بعد ما دخلتها الفران، حيت المكرونه كنت مطيبها كما قلت لكم غير نص طيبه، ودخلتها كملت في الفران وداب هذاك الفرماج. هذه هي النتيجه النهائيه ديالها. هذه هنا عندنا الكفته، درت معها هذه الكفته، هذه راني فايته دايرها عندنا في القناه،